السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مين؟ شو صاير معك يا بنتي؟ شو صاير؟ شو صاير؟ تعالي 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 احكي لي. تعالي تعالي رح احكي لك كل شي صار يا امي، كل شي. وين رايحة يا بنتي؟ ماما لا ترسي علي، انا ما صغيرة، اوكي ماما؟ يا بنتي ما عم نص عليكي، بس انا عم نبهيك مشان ما تعملي شي غلط، لانه الله عم يشوفك. ايه ايه نحفظ الدرس، كل يوم نفس الحكي عنا، كل يوم نفس الحكي. ماشي يا بنتي، ديري بالك على حالك ولا تتاخري على البيت. ايه فهمت، اصلا ماني مطولة، انا رح طق من وراك. يوف يا رب احمي يا لبنتي، وبعد عنا اولاد الحرام، وقرب منا اولاد الحلال يا الله. مالي غيرك انا يا رب، مالي غيرك، احمي لها بنتي يا رب. هلا هلا رهيب. لك لا عادي، يعني ما بتعرفي انك امي محاضرات مثلا؟ تمام تمام، جايك يلا، باي باي. يا بدي اقول لهم عم بفهم عليك كرمالنا من الصبح، بقول لك كانها ساره حلوه اليوم، كلنا جو وبنات وكل اشياء. كيف كيفك يا زلمه؟ لك يا احمد انا انتبهت مليون مره، ابوي ما بخليني اتاخر على البيت، قال لي اذا بتاخر بعد 10 ما تفوت على البيت، اذا ما فوتي على البيت بعد 10 اشهر اليوم. يا زلمه لساتك مثل الاولاد، عم تخلي اهلك يتحكموا فيك؟ انت مجنون شي؟ انت كبرت كبرت، مالك لسه ولد صغير لحتى اهلك يتحكموا فيك، عم تمشي على رايهم. يا زلمه شو هالمسخره؟ مو موضوع مسخرة وانه يتحكموا فيني، بس انا ابوي عصبي، وين بدي اروح اذا علاني من البيت؟ وين بدي انام؟ خلص يا زلمة لا تاكل هم، اذا قلك انا بنومك عندي، المهم خيو شيلنا من هالموضوع، قوم خينا نروح يلا، دي ما ضل وقت يا زلمة. لك يا احمد انا ما بدي اتاخر على البيت. لك بدي قوم شدك ولد يا زلمة. اهلا وسهلا. مو هون نورها؟ اه ايه هون اليوم، تفضل. شكرا. وين نورها؟ نورهان مين؟ الناس نايمين. لك دي نورهان، جيبي لي رفيقتك بدي اياها. خلص ان شاء الله بكره بتكون عندك، روق روق. جيبي لي اياها اليوم، اتصلي فيها هلا خليها تحكي معك. بكره رح اجيبها على البيت على اساس عزمتها لعنا، تمام؟ وانت بتكون هنيك. حلو تمام، بكره بتجيب رفيقك وبتجي على البيت. حلو تمام، بخليها تجي وبطلع من البيت واعملوا اللي بدكم اياه فيها. ايوه هذا هو اللي بدي اياه. تمام استنى بكره اتصل فيها واعزمها وبرد لك. شو عليك؟ اتفقنا. اتفقنا. فوتي تعي تعي. بعدي لك عنيك، بعدي لك عنيك. وين طيب؟ روح روح ركني روح. وين طيب؟ شو عم تعمل انت؟ تركني روح، فوتي قدامي، تركني روح، فكي تركني روح، فكي تركني روح، فكي الله يخليك. لا تتحركي، الله يخليك، خليني اروح البيت، الله يوفقك، خليني اروح البيت، ابو سيدي انت تركوني اروح البيت كثير بعد، الله يوفقك. وين انا جاي يوم انا من ايمت عم تضحك؟ انت ما قلت لك عم تضحك على بنات الناس يا واطي؟ اوه عم تضربني ولك واطي؟ انت ما قلت لي انك مسخ لهالدرجه يا واطي؟ لو بعرفك هيك ما كنت صاحبتك اساسا. فيي فسخه. طيب 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 اللي بالك حالك. طيب فسخه. كل شي صار. شفتي يا بنتي؟ الله تقبل دعائي. الحمد لله لك يا رب العالمين، الحمد لله. قومي يا بنتي قومي، قومي صلي لك ركعتين، توبي لله، لأنه فضل فضل الله، الله بعث لك هذا الشاب الابن حلال. ونصيحة مني إلك يا بنتي، بعمرك ما تسائب حدا من رفقاتك من هون ورايح. الحمد لله لك يا رب العالمين، الحمد لله طلعت من المصيبة اللي أنا فيها يا رب، أخير اسمك سامحني، سامحني يا الله. أنا تايبة إلك يا الله، أنا بين إيدك يا الله، سامحني يا